في ظل غياب السيولة على المواطنين وفراغ خزائن المصارف من العملة المحلية الدينار الليبي، يواصل ساسة الصخيرات سرقة مقدرات الليبيين وإهدار المال العام. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة تظهر رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري خالد المشري رفقة ضابط عمليات تركي أثناء صرفهم مرتبات بالدولار للمرتزقة الذين ترسلهم تركيا لدعم ميليشيات حكومة الصخيرات. ودأب النظام التركي بقيادة رجب أردوغان على إرسال عدد كبير من المرتزقة السوريين الذين يقدر عددهم بحوالي 20,000، بالإضافة إلى الأسلحة والأليات العسكرية إلى ليبيا للقتال بجانب الحشد الميليشياوي لحكومة الصخيرات. وطالما تشهد أواسط المرتزقة خلافات تصل إلى حد الاشتباكات بالأسلحة ومقتل بعضهم، حيث كشفت وكالة ستيب الإخبارية عن تعرض عناصر من المرتزقة السوريين التابعين لفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في ليبيا لعمليات تصفية بأمر من القيادي بلواء صقور الشمال خليل الخيرية الذي يعمل على سرقة مستحقاتهم. يأتي ذلك بشكل ممنهج يعمل به ساسة الصخيرات وعلى رأسهم السراج والمشري وباشا أغا وغيرهم في تقديم صكوك بيضاء لكسب دعم تركيا مقابل الحفاظ والدفاع على مناصبهم والبقاء في المشهد غير آبهين بحال المواطن، بينما تستخدمهم تركيا كدمى لتحقيق أطماعها وأهدافها عبر زعزعة استقرار المنطقة. بوبكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.